السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. أمس صارت حاجة غريبة عجيبة صراحة. كان في حفلة في الرياض، حفلة فرقة ظهر كورية، بعدين والناس تأجلت الحفلة عشان الأوضاع وكذا، الجو والغبار ومطر، والناس جت وقالوا لهم ترى ما في شيء، الله توكل على الله، النحت اللي راح للبوليفار تمشى فيه، واللي يركب سيارته، واللي عاد تصرف عمره. راحت الناس من هنا وشبي تويتر من هنا، واختطاف وتحرش وبنت سيارات وشي. يعني البارح كانت حفلة غريبة. اللي قاد الحفلة هذه أو الترند هذا، الغريب أن الحادثة هذه صارت ترند في روسيا، في أوكرانيا، في دول يعني معينة. بعد شوي كذا سريع سريع وما دققت، يعني عاد اليوم لا دققت أكثر في الموضوع. وإذا اللي متزعم الحملة الفلسطينيين وبعض الجنسيات، يعني يمكن أغلبهم الجنسية هذه في بعض دول أوروبا، ورافعين هاشتاقات، لا وش بسوين؟ يعني يدخل على خريطة السناب ثم يصور واحد يسولف ولا يضحك ولا يستمع شيلة، ثم يقول هذا متحرش وخطف بنات ورفنات، أو هذا كذا أو هذا. وكانت حملة يعني تقريبا اشترك فيها الجميع، النسويات، مطاريد كندا، مطاريد لندن، بعض الخمام اللي موجودين عندنا هنية، وبقايا الأخوانج وشلتهم. لأن صراحة اللي صار البارح كان سخيف وسفيه. وأنا أذكر فترة كان أغلب الجماعات اللي برا والأجهزة الاستخبارات كانوا يحطون الرياضة السعودية، تجد حاط علم النصر وعلم الهلال وعلم الأهلي وعلم الاتحاد، وحاط لاعب نصر وقام حول سياسة، وتلقاه من هالشعوب المتخلفة هذه، من لا تابعت شوي جلست تصبر تتابع شوي، تلقاه من ذا الشعوب بدون تحديد أسماء، وداخل لأن جمهور الكورة جمهور صغير ويدخل لهم من هالجانب. جيت لجمهور مثلا الكيبوب وذولا، تلقاه دخل بهالشكل هذا. أي حط مثلا صورة الطريبي، حط لك صورة أسامة بن لادن، حط لك صورة البغدادي، ثم حط لك صورة كورة. فهم أجهزة استخبارات تدير حاولت شيطنة لأي شيء يصير عندنا. بعض يقول يعني حفلة غنائية، يا حبيبي ترى حج، حتى الحج والعمرة، الحج والعمرة المنسك الشرعي ما سلم إياته من هالأشكال هذا، محاولة عرقلة، شيطنة، وضع الحجر أمام دولاب التنمية، ومحاولة تغيير وجه البلد بعد ما كانوا كلنا دولة إرهاب ونصدر إرهابيين. هذه ترى كلها محسوبة بالدقة. أجهزة استخبارات تدير معركة، معركة فعلا، معركة حرب، تريد أن تشارك في الحرب هذه مع بلدك أو ضدها، فتحمل ما يجي. عن كان جمهور يسمونه جمهور الكيبوب حقين هذا الفرق الكورية مشاركين بعنف، طبعا أغلب مراهقين وصغار، وشالوا ما يدرون عنه ولا صار شيء أصلاً، ما صار حاجة، يعني ما صار فعلاً، ما صار شيء. الناس جت حضرت مشت، ما لقيت شيء مشت. اللي شارك، أنا أدعو صراحة اللي شارك في هالهبال من داخل البلد، أنا أتمنى صراحة يحاسب حساب عسير. ترى مو مشكلة الاستحمارات كالشعوب المتخلفة هذه، الشعوب الضايعة التافهة المنحطة، ترى مو مشكلة البلد إنهم استحمروك، هذيك أنت استحمروك ودخلوك في قضاياهم وركبوا على ظهرك ومشوا على ظهرك خططهم، وهو المحاسبة كائنا من كنت، كبير صغير عاقل. بعضهم راح يحذف اليوم، صار يحذف التغريدات يوم طلع انه الكلام مو بصحيح. كونك مثلا انت ما تحب الاغاني او ما تحب الحفلات وتستنكرها، هذا امر، وكان يتم الضحك عليك واستحمار ويخلونك يعني لا مؤاخذة في الكلمة هذه كالحمار يحمل أسفار تنقل، يعني تنقل إشاعات ومتوزعة مثلا في الواتس أب، وتوزع في تويتر، أو توزع حتى في السناب، ثم تصير أنت يعني منك يعني زي الزفة، ما تدري وش المنظمات هذه من يقودها ومن يديرها، وأنت غبي والله، قالوا لك والله حفلة وغنائية وجدك طاير على وجهك. فيه معركة كبيرة يسمونها حروب الجيل الرابع، هذه الظاهر لازم نتكلم عنها في القناة حتى بعض الناس يستوعب ان ما عاد في الحروب شيل سلاح، هذه حروب الجيل الثاني، الحين في الجيل الرابع وفي جيل الخامس،
حرب الإشاعة، إسقاط الدول بالإشاعة وتفكيكها بالإشاعة. انشر حاجة مهما كان.